بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي، طلاب التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم في اللقاء الثاني من اللقاءات الحية لمقرر نظم المعلومات المحاسبية المستوى السابع شعبة المحاسبة. كنا قد تناولنا في اللقاء السابق إطار عام للمقرر وما هي الموضوعات التي سيتم تناولها بمشيئة المولى عز وجل. وأثناء اللقاء السابق تعرضنا إلى بعض المفاهيم، يعني قلنا المقرر بتاعنا اسمه نظم المعلومات المحاسبية، يعني إيه باللغة الإنجليزية؟ قلنا Accounting Information Systems، يعني نظم المعلومات المحاسبية وينظر إليها بالرمز أو يتم اختصارها AIS. وقلنا يعني إيه محاسبة، وإنها عبارة عن تسجيل وتبويب وتلخيص للعمليات والأحداث المالية التي تتم في الشركة خلال فترة معينة. الفترة دي جرى العرف على أنها عادة إيه سنة. طيب في هذه الجزئية بس أقول لكم حاجة كمان، عشان لو إيه جيتوا تعملوا انترفيو في إحدى الشركات ولا حاجة، طب يجي يسألك سؤال، طب هل ممكن يا ابني أو يا بنتي إن الفترة المالية دي ما تكونش سنة؟ فالطالب يبقى متخض كده يقول لك ازاي، احنا الاساتذه قالوا هذا على طول جرى العرف ان تكون سنه، احنا بنقول جرى العرف لكن مش لازم تكون سنه. بمعنى ايه؟ هنفترض واحد مثلا ابنته لاماني او ابنته لنوره او احمد او يوسف او سيد او صاد او عين، هيبدا النشاط بتاعه وهيعمل المشروع بتاعه وهيبدا امتى؟ والله ده هيبدا في يوم مثلا 1/5 ميلادي، شهر 5/1 مايو. يبقى معنى كده ان هو لما يجي يتحاسب في نهايه السنه ضريبيا مثلا وعايز يعرف نتيجة النشاط، هل هيستنى لحد شهر 5؟ ها لو هو بدأ سنة 2019 نستنى لشهر 5/2020؟ أمال نعمل إيه؟ لا، بنيجي في نهاية السنة 31/12 ويجب إعداد القوائم المالية، وبالتالي هنا الفترة المالية بتاعته هتبقى عبارة عن كام شهر؟ نعد على إيدينا كده، يبقى شهر 5 6 7 8 9 10 11 12. الله، ده بقى 8 شهور يا دكتور. أيوه، إذا ليست قاعدة عامة أو قاعدة ثابتة إن الفترة المالية سنة، لكن هي عادة إنها بتبقى إيه؟ سنة. لكن ممكن تختلف الفترة المالية ديت ما تبقاش سنة، والله إيه؟ ها، في حالتين. إيه هما الحالتين دول مشهورين جدا؟ عند بداية النشاط إذا كانت أثناء السنة. يبقى معنى كده الفترة لحد نهاية السنة دي الفترة المالية. أو إذا كان الشخص هيقفل المشروع، هينهي المشروع. طيب والله ده انا هقفل المشروع، ده كان واحد فتح مشروع وهيقفله في شهر مثلا 9 في اخر 9، يبقى معنى كده لما يجي يعمل القوائم الماليه يعملها في التاريخ بتاعه ده، مش هنستنى بقى لحد شهر 12 نقول له هنحاسبك عن سنه، وانما هنحاسبه عن كام؟ عن 9 شهور فقط. او الحاله الثالثه اللي هي طبعا يعني اذا كانت هناك وتوفاه الله اللي هو صاحب المشروع وانتقل المشروع الى الورثه، فهنا اصبحوا بصفاتهم ملاك جدد وبالتالي يجب الانتهاء مما سبق، فبيتم اعداد قوائم ماليه عشان نعرف نتيجه النشاط لحد وفاه هذا هذا الشخص. يبقى دي الحالات اللي ممكن يتم استثناء الفتره الماليه وما تبقاش ايه سنه. ارجو ان انتم تكونوا عرفتوها. طيب يبقى المحاسبة هي عبارة عن تسجيل وتبويب وتلخيص للأحداث والعمليات المالية التي تتم خلال فترة مالية، وذلك بغرض. قلنا الغرض أو أهداف أو أغراض المحاسبة عبارة عن 1 تحديد نتيجة النشاط من ربح أو خسارة، علشان كده بنعمل قائمة اسمها قائمة الدخل. 2 تحديد مال المنشأة من أصول وما عليها من التزامات أو مالها وما عليها، يعني علشان كده بنعمل قائمة اسمها قائمة المركز المالي. كان يطلق عليها قديما الميزانيه الايه؟ العموميه. فدايما اقول لطلابي حتى سؤال، هل هناك فرق ما بين الميزانيه العموميه وقائمه المركز المالي؟ فلاقي بعض الطلاب ينخدع يقول لك اقول له لا مش ما تقولش نعم، مفيش فرق نهائي، هو الاختلاف في الناحيه الشكليه فقط لا غير. حتى دايما كنت اقول لهم كده ويقعدوا يضحكوا كده في القاعه مثلا، اقول لهم يعني وانا جاي النهارده لابس بدله، طب لو جيت بكره مثلا لابس قميص فقط لا غير، مش لابس البدله يعني، او لابس الجرافطه وقلعت الجرافطه، هبقى ايه دكتور احمد 60 يعني؟ هبقى مختلف يعني ولا ايه؟
يعني هي لو جيت قبل السوق هو برضو الدكتور احمد ما اختلفش خالص يعني، لكن هي قال يعني انت هتقصد يا دكتور الاختلاف في الناحيه الشكليه فقط؟ قلت لهم فقط لا غير. والله يا دكتور احمد لابس البدله كامله بالجرافطه ولا من غير الجرافطه؟ ها بس اذا هو هتقصد برضو الميزانيه وقائمه المركز المالي؟ نعم، الميزانيه درستوها زمان كانت بتتعمل على جانبي مين، ها كنا بنعمل على حرف تي كده، وكنا بنقول الجانب اللي على الايمن ده اسمه الاصول، والجانب اللي على الايسر ده اسمه ايه؟ كنا بنقول حتى ايه؟ الخصوم وحقوق الملكيه، مش كده؟ اتفقنا بقى خلاص في الاتجاه الحديث مفيش خصوم وحقوق ملكيه، كلها اسمها ايه؟ التزامات. الوضع الجديد فقط لا غير التعديلين، ان احنا بدل ما بنخليهم ها امام بعض مقابلين لبعض ماتشنج كده مقابله يعني ما بين الاثنين، يعني ده على اليمين وده على اليسار، ها لا بنخلي ايه؟ الجزء اللي على اليسار ده اللي هو الالتزامات هنقطعه كده هنشيله ها ونضعه تحت الاصول. يبقى نيجي لحد اجمالي الاصول ونجمع، وبعد كده نبدا بمين؟ بالالتزامات، فبقت اسمها قائمه المركز المالي. ايضا غرض المحاسبه العمل على توفير البيانات والمعلومات التي تساعد على اتخاذ الايه؟ القرارات. وكنا قد تناولنا الفرق ما بين البيانات والمعلومات عشان ده في صميم المنهج بتاعنا وموجوده ان شاء الرحمن في الفصل الاول كمان. هل هناك فرق ما بين البيانات والمعلومات؟ نعم هناك فرق. طب ما هو الفرق؟ ها الفرق ان البيانات هي عباره عن مجموعه من الارقام والحقائق الخام التي لا يمكن استخدامها على حالتها، وانما يجب ان يتم اجراء مجموعه من عمليات التشغيل عليها حتى يتم تحويلها الى صوره مفيده وصوره ملائمه. تماما نورا، هي مدخلات ومخرجات، بس لما يقول لك الفرق ما بينهم بقى ما لازم توضحي، تقول له ايوه كده تمام، تقول له البيانات دي عامله زي المدخلات انما المعلومات دي المخرجات. يقول لك مش فاهم، قولي له بقى اي مثال من اللي قلناه. ها هو انا دلوقتي علشان اعمل ها مكتب اشتغل عليه، المكتب ده عشان اشتغل عليه ما هو معمول مثلا من الخشب، طب اروح اجيب بقى فرع خشب او كتله خشب واقوم حاططها قدام مني واقول والله هو دوت المكتب اللي هشتغل عليه؟ لا ما ينفعش. يبقى كان الشجره اللي احنا قطعناها دي او كتله الخشب دي ماده خام لا يمكن استخدامها على حالاتها، لكن لازم اخدها واوديها للنجار، النجار يقعد يقطع فيها ويساوي ويعمل ومش عارف وكذا وكذا، وانت عايزها والله غرفه نوم ولا سفره ولا صالون ولا انتريه ولا شباك ولا باب ولا مكتب ولا طاوله ولا ولا ايوه، يبقى على حسب ما احنا عايزين بيجري عمليات التشغيل ها هيطلع لنا المنتج النهائي. يبقى البيانات داتا ها مادة خام، مجموعة أرقام وحقائق لا يمكن الاستفادة منها على حالتها، وإنما يجب تحويلها إلى عشان صورة مفيدة وملائمة، يبقى معناها دي المعلومات اللي هي المخرجات. تمام؟ عشان كده لما بتيجي احنا كشغل محاسبة يقول لك والله احنا نعمل كود اليومية، أقول له هذا اسمه شغل المحاسب، شوف أهو بيعمل شغله، شغله اللي هو إيه بقى؟ تقول له والله ده هو بياخد البيانات من واقع المستندات عشان يعمل عليها بقى كود اليومية ثم الترحيل ثم الترصيد ثم إعداد ميزان المراجعة ثم كود التسوية ثم كود الإقبال ثم الحسابات الختامية ثم القوائم الإيه؟ المالية. تمام؟ يبقى القوائم المالية هي دي المخرجات بتاعتنا، إنما البيانات اللي بناخدها من المستندات اللي هي زي عمليات الشراء والبيع والدفع والسداد والتحصيل و كل دي تعتبر إيه؟ بيانات. علشان كده ممكن واحد يقوم قايلها بشكل آخر بقى ابنتنا نور. إيه هو؟ ده موجود في الكتاب ما تقلقيش، هقول لك على مكانها كمان. كمان دقيقة كده. يقول لك إيه؟ لو الشركة بصي كده نخدع بقى الطلاب كده ونشوف بقى اللي فاهم الفرق ما بين البيانات والمعلومات. ها؟ نقوم قايلين إيه؟ لو شركة نورة حققت أرباح السنة دي ها 100 مليون ريال، هل الشركة دي كويسة ولا مش كويسة؟ ها؟ طب قلت كويس، حكمتي على أي أساس إنها شركة كويسة؟ إيه اللي خلاكي تقولي إنها كويسة؟ من الارباح. تمام، شفتي بقى كده رقم الربح ده، يعني معنى كده انك ممكن تروحي تستثمري في هذه الشركه لانها شركه كويسه وحققت ارباح، مش كده ولا ايه؟ اه تمام يا دكتور، هي فيها ايه المشكله يعني؟ طيب بصي بقى،
اللي يجاوب بقى الاجابه ديت يا نوره اقول له يبقى انت ما ذاكرتش او ما حصلتش على نظم معلومات محاسبيه وما خدتش تحليل مالي ومحاسبي. تمام؟ ليه؟ اقول له لان اللي انا قلته من شويه ده اسمه بيان وليس معلومه. والمفروض ان احنا عارفين ان هناك فرق بين البيانات والمعلومات. فنوره بتقول لي لا ترجم لي انا مش فاهم يعني ايه؟ مش شركه كويسه والله يا عم الدكتور وحياه ارباح كمان. طب بصي كده. ده شركة نورة كانت محققة أرباح السنة الماضية 150 مليون والسنة التي تسبقها 200 مليون والسنة السابقة لها كانت 300 مليون. يا نهار أبيض. إيه ده؟ لا استنى واحدة كده. ده أنت بناء على الإيه؟ شوية الأرقام اللي أنت قلتها ها؟ بص كده الأول كانت 300 ها؟ بعدها بقت 200 بعدها بقت 150 بعدها السنه دي 100 مش كده ولا ايه؟ صح؟ لا مش بتخسر، لا هي مش بتخسر، لا برضه خلي الاجابه خليتي بقى دقيقه في الالفاظ. ها؟ ايه هو بقى؟ الكيرف المنحنى بتاع ها؟ معدل الارباح بتاع الشركه دي ماله؟ ده ماشي داون، ده بينزل لتحت. يا نهار ابيض، ده الشركه ديت على فكره، ده على كده الشركه دي سنه ولا سنتين ولا ثلاثه، والشركه دي مش هتبقى كويس، ده ممكن تقفل خالص وتعلن نفلسها كمان. لان هي بتحقق ارباح بس ايه؟ ده ارباحها بمعدل ايه؟ عمال يقل 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 يقل، اه لا ده الشركه دي مش كويسه. انما في شركه ثانيه ممكن تكون محققه ارباح السنه دي، بصي بقى كده 50 مليون اقل من نوره بالنص اهو، يعني نوره تعتبر بس اصل الشركه دي السنه اللي فاتت كانت ارباحها 20. اه والسنه دي بقت 50 ده بتزيد. آه طب اللي قبلها كانت كام؟ ده كانت 10. لا اللي قبلها كانت كام؟ كانت 5. يبقى 5 في 10 في 20 في 50. لا يبقى الشركه دي افضل. مش كده ولا ايه؟ يبقى معنى كده ان اللي احنا قلناه في الاول يا نوره ده اسمه ايه؟ بيان. انا قلت ارباحها السنه دي هذه السنه فقط يبقى ده بيان وليس معلومه. تمام؟ اقول ايرادات شركه نوره. طب ما الايرادات دي طب ما اي شركه دي بتحقق ايرادات. لكن المفترض الايرادات دي سنه واحده، هل ايراداتها السنه دي اكتر من ايرادات السنه الماضيه ولا لا؟ طب هل ايراداتها بالمقارنه بالمصروفات ها ادانا صافي دخل طلع اكبر من السنه الماضيه ولا لا؟ ارباحها السنه دي اعلى من ارباح السنوات السابقه ولا لا؟ يبقى معناه ان احنا بنعمل حاجه اسمها او ده اللي احنا قلنا بقى ايه؟ اهو تحليل مالي ومحاسبي. ان احنا عملنا تحليل افقي او تحليل راسي او زي ما خدتوا بقى في المقرر، فعشان نعمل مقارنه، المقارنه دي عمليات تشغيل اللي احنا بنعملها، مش كده ولا ايه؟ عشان نستنتج من هذه البيانات معلومه معينه تساعدنا على اتخاذ القرار اذا كنا بصدد استثمار اموالنا في شركه نوره او نستثمر في شركه اخرى. واضح؟ ها مفهومه بقى كده؟ ما حدش يجي يخدعك يقول لك ايه؟ طب لو شركة سين ها ايراداتها السنة دي 200 مليون. يقول له والله طب ما هي الايرادات كبيرة ايوه كويسة حلوة، طب ماشي بس ثانية واحدة، ايراداتها بالمقارنة بالسنة الماضية كام؟ أو نعمل سلسلة زمنية خلال الخمس سنوات الماضية كانت ايراداتها عاملة إيه؟ ممكن ايراداتها السنة دي تعتبر أقل من السنوات الماضية، وبالتالي الشركة ما تبقاش كويسة. ما يمكن محققة ايرادات نعم لكن لا تغطي المصروفات بتاعتها، ما علشان نوصل إلى صافي الدخل أو صافي الربح أو الخسارة يعني بنعمل مقارنة ما بين الإيرادات والمصروفات، هي الحقيقة 100 مليون إيرادات، طب والله كويس، بس مصروفاتها كام؟ 120، طب يبقى معنى كده إن في خسارة 20، يبقى الشركة مش كويسة. تمام؟ واضح؟ طيب، نيجي بعد كده بقى كنا قلنا برضو تعريف النظام، فبدل بقى نقعد نقول تعريف النظام و والكلام من ده، ننتقل للفصل الأول بقى مباشرة عشان نحدد فيه هذه العناصر اللي إحنا بنتكلم عنها. أنا قلت بس أعمل زي ملخص كده سريع وأقول بعض النقاط تانية في البداية كده. الفصل الأول بيتكلم عن إيه؟ الإطار العام لنظام المعلومات المحاسبية. واتفقنا بقى AIS يعني Accounting Information System. وقلنا المفترض او المقدمه كده بتقول ان المحاسبه بصفه عامه هي نظام للايه؟ للمعلومات، دايما حد كده يجي يسال اي حد من الطلاب يقول له ايه؟ هي المحاسبه يا ابني ديت نظام للمعلومات ولا مش نظام للمعلومات؟ العباره تعتبر صح ولا غلط؟ يقول له لا العباره صحيحه. يعني ممكن اجيبها في سؤال على فكره. تعتبر المحاسبه بصفه عامه نظاما للمعلومات، الف العباره صحيح، ب العباره خطا. تمام؟ يبقى العباره ايه؟ العباره صحيحه. طبعا بالنسبه لحضراتكم برضه احب انوه ان الاختبار كله بيبقى اختيار من متعدد. تمام؟
ولكن هنا في القاعة بقى لما كنت بختبر طلابي كنت انا دائما اقول له الهواي والبرقوار لماذا؟ علل مع ذكر السبب. يعني انت تقول لي يا نظام المعلومات ليه؟ فلان بقى يوضح لي والله ان عشان النظام ده عبارة عن مجموعة من الاجزاء والعناصر ويقعد بقى يتكلم والمدخلات وعملية التشغيل والمخرجات، فلازم يبين ان هو ايه؟ ان هو فكر. طيب المفترض المحاسبة ديت بتوفر المعلومات، هل المعلومات ديت مهمة لأطراف داخلية فقط؟ يعني اصحاب الشركه هم بس اللي بيهتموا بالنواتج او الناتج النهائي او المخرجات بتاعه المحاسبه؟ لا يا عم الدكتور، امال ده المحاسبه دي بتعمل على توفير المعلومات المتعلقه بالشركه، وهذه المعلومات بتكون مفيده، مفيده لمين؟ مفيده لحاجتين او لطرفين، في حاجه اسمها اطراف داخليه واطراف خارجيه. اطراف داخليه اللي هي مين؟ اللي هي عبارة عن فالكل يقول لك ايه اصحاب الشركة، او مش اصحاب الشركة بس على فكرة، ده اصحاب الادارة نفسها، لان الادارة دي تاخد نسبة من الارباح في النهاية، تمام؟ العاملين اللي في الشركة هم بياخدوا نسبة من الارباح، يبقى دي كلها اطراف داخلية، يبقى العاملين والموظفين يعني الادارة واصحاب الشركة، دول اطراف داخلية بيهمهم يعرفوا يعرفوا المعلومات اللي بتوفرها المحاسبة. طب اطراف خارجية زي مين؟ هو انا لو الشركه دي حابه تروح تجيب قرض من البنك، طب ما هو البنك بيطلب القوائم الماليه عشان يطلع عليها ويدرس حاله الشركه من ضمن الحاجات عشان يقرر اذا كان هيديها القرض ولا لا، يبقى دي الاطراف الخارجيه زي البنوك او الدائنون. زي الجهات الحكوميه، زي مثلا على سبيل المثال مصلحه الضرائب. هو لو انت جيت قلت والله ده انا حصلت ضريبه قيمه مضافه مثلا مليون ريال. طيب تمام، هو انت كده كلامك مظبوط؟ لا يا عم الشيخ، تعالى وريني حبيبي الاوراق والمستندات عشان نراجع ونشوف الكلام ده، والمحاسبه بتبين الكلام ده. الضريبه اللي هي بتبقى على الارباح التي تحققها الشركات، ما هي مصلحه الضرائب غير الزكاه تاخد ضرائب برضه، يبقى معنى كده ان ايه؟ مصلحه الضرائب دي من الجهات الخارجيه، تمام؟ زائد ناتورا نورا بقت مستثمرون. المستثمرون دول، المستثمرون بينقسموا الى نوعين، مستثمرون حاليون ومستثمرون مرتقبون. الفرق بين الاثنين عم الدكتور، المستثمرون الحاليون هم هؤلاء المستثمرون الذين يستثمرون اموالهم بالفعل في الشركه من خلال شرائهم وحصولهم على اسهم لهذه الشركه. خلاص اوكي، ده سين وصاد وعين وكاف ولام وميم شارين اسهم فعلا في الشركه، فعايزين نعرفوا نتيجة النشاط عشان يعرفوا راسهم من رجليهم وحققوا أرباح ولا ما حققوش ونصيبهم هيبقى متوقع قد إيه. وهناك مستثمرون مرتقبون أو متوقعون، ده نورة بقى ويوسف وأحمد وأماني، دول لسه بيفكروا يستثمروا، بيفكروا هما لسه ما اشتروش، يبقى دول مستثمرون متوقعون أو مرتقبون. أيضا بالنسبة للجهات الحكومية على فكرة على المستوى القومي، لان ده كله بيساعد في النهايه على يا ترى الاقتصاد القومي والتخطيط على المستوى الدوله ككل. يبقى اذا المحاسبه بتعمل على توفير المعلومات التي تستفيد منها الاطراف الداخليه والايه والخارجيه، ولا تقتصر على الاطراف الداخليه فقط. طيب لو جينا بقى في صفحه 9، في صفحه 9 اي صاد 9، لو جينا هنا بقى بيقول ايه مفهوم نظام المعلومات المحاسبيه. يعني انت عارف النظام بشكل عام قبل ما نعرف نظام المعلومات المحاسبي. قلنا النظام من اللقاء الماضي هو عبارة عن مجموعة من الاجزاء او العناصر التي ترتبط مع بعضها وتتفاعل في انسجام وتكامل وفقا لاجراءات مترابطة ومحددة لتحقيق هدف او مجموعة من الاهداف. نزود بقى ابنتنا نورة، هنزود كلمتين اهي، بكفاءة وفعالية. يبقى كأن النظام بيسعى إلى تحقيق ممكن هدف واحد أو مجموعة من الأهداف بكفاءة وإيه؟ وفعالية، لأن هناخد الفرق ما بينهم وموجود برضه في الكتاب ما تلاقيش، تمام كده؟ طيب نضرب بس مثال، يقول لك إيه النظام ده؟ لو جينا نظرنا إلى جسم الإنسان ده، نظام ولا مش نظام؟ طبعا نظام، هو من صنع المولى عز وجل. طب ازاي الكلام ده يا دكتور؟ اهو بيتكون من الذراعين والساقين والراس والبادي الجسم، في بقى الاجهزه كلها مش كده ولا ايه؟ الاجزاء دي كلها مش بتتفاعل مع بعضها، ده حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى، يعني اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر ولا ايه؟ والحمى. فتلاقي الواحد لو في شوكه كده جت فيه
في قدم في في رجلك او في قدمك كده بتتقلب بتحس بالم مش كده ولا ايه؟ طب ما ده طرف بعيد خالص تماما يعني. لو الواحد هو ساعات في جلده كده صغيره كده بتبقى في الصابع كده وهو بيقص الاظافر ممكن لو شدها كده تلاقيها عملت له الم وقال طب ايه اللي خلاها تاثر على الجسم كله وتسبب سخونيه وحراره والكلام من ده. يبقى معنى كده ان الاجزاء دي كلها بتتفاعل مع بعضها. واثبت لك انها بتتفاعل مع بعضها كمان يعني هقول حاجه يعني ممكن تكون يعني بقى نختلف او نتفق بعيد عن الشرع او كده بس انا هقولها لانها موجوده في الحياه العمليه فنبقى عارفينها. وانا اقصد اقول المثال يعني انا افترض في مريض ربنا يشفي مرضى المسلمين اجمعين يا رب ويحفظهم جميعا يا رب العالمين. ونسمع دايما انه ساعات يقول لك ايه والله ده عنده مثلا ايه بيعمل زراعه كبد في احدى الدول الاجنبيه. طيب تمام لما يجي يقول لك بعد ما عمل العمليه يقول لك العمليه نجحت. يا ترى العمليه نجحت او يقول لك العمليه فشلت. طب هي نجحت ليه وفشلت ليه؟ لان هذا الجزء الذي تم استئصاله وتركيب جزء اخر مكانه هل الجزء ده انسجم وتفاعل وبقى فيه توائم وهارموني كده وتجانس ما بين هذا الجزء وما بين باقي الاجزاء؟ اذا انسجم يقول والله العمليه نجحت. ما انسجمش يقول العمليه فشلت. زي بالظبط الجوال اللي مع حضرتك مثلا على سبيل المثال هنفترض البطاريه اللي موجوده في الجوال دي لو حصل لها اي تلف او عطل او ورحت تجيبي اي بطاريه اخرى هل ينفع تجيبي اي بطاريه وتركبيها في الجوال؟ لا طبعا ده لازم تكون من نفس النوعيه مش كده ولا ايه؟ وتتلائم مع الجوال ونوعيه الجوال والموديل بتاعه والا مش هينفع ويبقى البطاريه مش هتنسجم ومش هيشتغل الجوال اصلا. يبقى معناها ان الاجزاء دي يجب ان تعمل مع بعضها في انسجام وتفاعل بغرض تحقيق ايه؟ هدف واحد او مجموعه من الاهداف. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى لما خلق البشريه يعني حاشا لله يعني هل خلقنا هباء منثورا يعني؟ اي كلام فاي كلام حاشا لله. لا طبعا عم الدكتور ما ينفعش. ها امال ايه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. إذا معنى ذلك إنه خلقنا الأصل لإيه؟ للعبادة، يبقى معنى كده في هدف من إن ربنا سبحانه وتعالى يخلق البشرية، ها ولا لأ؟ أه طبعًا. يبقى في هدف لازم، فعشان كده لما نيجي نقول والله إحنا هنصمم جهاز كمبيوتر، هنصمم مش عارف كذا، هنعمل كذا، لازم يكون هدف من وراء ذلك، ممكن يكون هدف واحد أو مجموعة من الأهداف. والله هو الدكتور احمد لما جه سافر المملكه العربيه السعوديه سافر كده وخلاص يعني قال لك والله انا زهقان شويه لما اروح اسافر اكيد في مجموعه من الاهداف عايز احققها مش كده ولا ايه؟ طب هو انا في الوظيفه انا عايز اتميز وابقى الاول على الدفعه ليه؟ انا عشان اتعين معيد وبعد كده اخد ماجستير وبعد كده اخد دكتوراه وبعد كده اعمل ابحاث ثانيه عشان ابقى وسيل مشاركه واعمل ابحاث ثانيه عشان ابقى استاذ يبقى معنى كده ان في اهداف بيسعى هذا الشخص الى تحقيقها مش كده ولا ايه؟ تمام. الاهداف بقى دي الكلمه اللي احنا لسه قايلينها يجب ان يتم تحقيقها او النظام يسعى الى تحقيقها قلنا بكفاءة وفعالية. هل هناك فرق ما بين الكفاءة والفعالية ولا ما فيش؟ ها؟ حد يعرف يجاوب؟ يوجد فرق تمام ها الهوي والبرقوع. ايه هو الفرق؟ جاوبي وجاوبي غلط انا مش عارف تجاوبي صح. من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطا فله اجر مش كده ولا ايه؟ طيب اجاوب انا. الكفاءة مرتبطة بالمدخلات تمام ممتاز. لا ده يا بنات نورة بسم الله ما شاء الله تتحزني. عايزك تعدمي نفسك على يعني عصير كده على حسابي. لا كده تمام. تخلي الوالدة تتوصل بيكي كده في الغدا النهارده كده ولا في العشاء إن شاء الله الرحمن عشان الولاية دولت مع الدكتور تمام؟ ممتاز. هكتفي بذلك على فكره صح ممتاز. بصي بقى كده الكفاءه فعلا ترتبط بالمدخلات والفعاليه ترتبط بالمخرجات.
انا بقول لك دايما مثال بقوله لطلابي حتى من ساعه ما جيت هنا في البلد السعوديه دايما يقعدوا يضحكوا دايما حتى بقى لو انا شرحت لهم في المستوى السابع مثلا ها او في اي مستوى وجيت في المستوى الثامن التقي بيهم ها وفي فرق نتعرف بهذا المصطلح يفتكروا المثال على طول. ايه بقى المثال دوت؟ قبل ما اقول الفرق بين الكفاءه والفعاليه اهو بص المثال. هنفترض ان هناك مباراه كره قدم ما بين المنتخب السعودي والمنتخب المصري. مباراه طيبه، ترى انت هتشجع مين؟ قلت لها كده اشجع المنتخب المصري بلدي مش كده ولا ايه؟ تمام. طيب مباراه وانا اشجع المنتخب السعودي، قلت لها حقك واكيد طبعا. طب ايه المشكله يعني؟ فنعمل الطالب قال له ايه؟ خلاص يا دكتور يبقى احنا ايه؟ بس بلغه الكره كده نوره يقول لك ايه؟ المنتخب السعودي عمل ايه؟ جاب مدرب كويس جدا وعلى كفاءه عاليه والسي في بتاعته ممتاز، وجاب لعيبه ممتازين جدا، وعمل لهم معسكر واقامه في فندق ووفر لهم الجو المناسب وحاجه يعني روعه الروعه، تمام، والمدرب حط خطه ممتازه مفيش بعد كده، ونزلوا المباراه واللعيبه كانوا على احسن ما يكون. طب ده بسم الله ما شاء الله المنتخب السعودي كده يعني مبهدل بلغه الكره، مبهدل ويقول لك بقطع المنتخب المصري. طيب الواد كهربا المهاجم بتاعنا بتاع منتخب مصر جه في الدقيقه 90 وقام جايب جول وانتهت المباراه 1-0 لصالح المنتخب مين؟ لصالح المنتخب المصري. لما نيجي كده نقول المنتخب المصري حقق الهدف من المباراه وفاز بها ولا لا؟ يقول لك خلاص يا عم اهم حاجه انه فاز وخلاص. يقول له ثانيه واحده. فدايما الناس المشجعين يقول لك لو في مشجع باب لا بيفهم كده وعاقل ورصين كده ثانيه واحده. على فكره المنتخب السعودي كان مقطع المنتخب المصري، بس يا فرحتي ما عملش حاجه، يقول لك كده يا فرحتي ما عملش حاجه ما قدرش يفوز بالمباراه، يبقى يا ريت يا عم ما كانش عمل كده. قال لا. طب وبعدين؟ طب المنتخب المصري لا ده كده ممتاز بقى يا عم الشيخ. اقول له لا استنى برضه المنتخب المصري ما عملش حاجه، ايه يعني فاز كده بجون كده بالصدفه؟ لكن طول المباراه ما كانش كويس. هو انت عاجبك لا ده ولا عاجبك لا ده؟ اقول له ثانيه واحده بقى ننتقل لنظم معلومات محاسبيه. المنتخب السعودي يعتبر اشتغل بكفاءة عالية، استخدم الكفاءة، فالكفاءة هنا مرتبطة بيه ده. بص كده الجملة اللي جاية، الاستخدام الأمثل والجيد للموارد والإمكانيات المتاحة سواء كانت مادية أو بشرية أو آلية. استفاد من الموارد والامكانيات الموجوده ولا ما استفادش؟ ده استفاد افضل استفاده واقصى استفاده واستفاده مثلى، تمام؟ اللي هي بين قوسين المدخلات. طب نيجي على المنتخب المصري، ها اشتغل بكفاءه؟ لا. امال عمل ايه؟ يا عم ما هو حقق الهدف، يبقى طالما ارتبط بتحقيق الهدف يبقى اشتغل بفعاليه، اذا الفعاليه بتعني مدى تحقيق الاهداف المخططه، الاهداف اللي انت عايزها ايه؟ ان انا افوز بالمباراه، دي الفوز. يا عم الحاج بس انت فزت فوز اي كلام ملوش طعم، فوز ماسخ كده مش ما شكلك لا حطيت لا ملح ولا سكر ولا اي حاجه خالص، ملوش طعم خالص ولا لون، ايه يعني فزت بالصدفه؟ طب هو انت لا عاجبك لا ده ولا ده؟ اقول له ثانيه واحده، لان المفترض الكفاءه والفعاليه ابنائي الافاضل وبنات الفضليات، انا دايما بشبهها كده وحتى بقوم مشاور لطلابي في القاعه كده واقوم فارد دراعاتي الاثنين زراعيه وبعمل لهم الزراعين دول عاملين زي جناحي الطائره. جناحي الطائره اي الطائره عشان تطير في الجو لازم لها جناحين، فالجناح الاولاني ده اسمه جناح الكفاءه والجناح الثاني اسمه جناح الايه؟ الفعاليه. فلو جبنا واحد بيحل المباراه بقى بشكل كده عاقل ومنتج يقول لك ايه؟ لا المنتخب السعودي كويس ولا المنتخب المصري كويس، ليه؟ ما اصل دوت فاز بس فوز اي كلام، وده لعب كويس بس ما فازش بالمباراه، لا احنا عايزين بقى يعمل ايه؟ يا سلام بقى لو كان المنتخب السعودي مع اللعب ده ومع التخطيط ده ومع ده ومع ده ومع ده هو اللي فاز بالمباراه، يقول لك ايوه كده يا سلام، ده بقى يقول لك لعب ونتيجه، شفت بقى يقول لك ايه؟ لعب ونتيجه، احنا كمان عايزين في الشركه انها تحقق الاهداف بتاعتها بيبقى بكفاءه وفعاليه، لان الطائره لا يمكن ان تطير بجناح واحد فقط، وانما يجب ان يكون هناك جناحين لها، الجناحين هما جناح الكفاءه وجناح الفعاليه. فالكفاءة تعني الاستخدام الأمثل والجيد للموارد المتاحة، استخدام أقصى استخدام، استخدام أمثل اللي هو مرتبطة بالمدخلات، والفعالية بترتبط بالمخرجات لأنها بتعني مدى تحقيق الأهداف المخططة. إذا المفروض الشركة تشتغل بكفاءة وفعالية ولا بواحدة منهم؟ لا، لازم الشركة تشتغل بكفاءة وإيه؟ وفعالية.
مفهوم الفرق؟ ها اعيده تاني ولا كده واضح؟ عشان بقى لو جه في نقطه يعني في جزئيه تاليه مش هنشرحها بقى، احنا قلناها دلوقتي. طيب نيجي بعد كده ننتقل لجزئيه اخرى، ما هي عناصر النظام؟ عناصر النظام ابناء الافاضل يعني بتتفاوت وبتختلف الكتابات في هذه الجزئيه، يقول لك ثلاثه ويقول لك اربعه. هما في حقيقه الامر اربعه مش ثلاثه. ليه بقى؟ اللي بيقول ثلاثه بيركز على العناصر الرئيسيه اللي هي اسمها ايه؟ ها المدخلات، عمليات التشغيل، المخرجات. طيب تمام دول ثلاثه، لكن في حاجه اسمها الفيدباك، التغذيه العكسيه. تاني كده التغذيه الايه؟ العكسيه، يقولوا عليها التغذيه المرتده. هي دي بتعتبر عنصر من ضمن عناصر النظام؟ نعم. يبقى اذا عناصر النظام هي عباره عن اربعه عناصر اللي هي المدخلات وعمليات التشغيل والمخرجات. يقول لك ولتحقيق كفاءه النظام بيضاف عنصر اخر الا وهو عنصر الرقابه او التغذيه العكسيه او المرتده اللي هي الفيدباك. طب ممكن يا دكتور توضح لي الفيدباك ده على سبيل المثال في المحاسبه؟ اه طبعا. تعالي ابنته نمور، نقول كده العناصر بتاعتنا في المحاسبة المدخلات بتاعتنا نورة مش بتبقى عبارة عن البيانات التي نحصل عليها من المستندات. قالت لي صح، قلت لها ادي اول حاجة. نيجي لعمليات التشغيل، ما احنا قلناها بقى مرارا وتكرارا اللي هو شغل المحاسبة دكتور، اللي هو بقى الايه؟ الاثبات في الدفاتر ودفتر اليومية ودفتر الاستاذ وميزان مراجعة و و الى اخره. تمام. قلت لها نيجي على المخرجات، قالت ما دي عباره عن القوائم الماليه اللي بيتم اعدادها في نهايه السنه، او في حاجه اسمها القوائم الماليه بالمناسبه ابنتنا الفاضله اسمها قوائم ماليه فتريه، القوائم الماليه الفتريه دي بيتم اعدادها كل ثلاث شهور، كل ربع سنه، بقت موجوده في واقع الحياه العمليه. تمام؟ يقول لك القوائم الماليه بتاع الربع الاول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع. تمام؟ طيب يبقى دي تعتبر المخرجات. تمام؟ طب تعالي بقى نقول التغذيه العكسيه هنا فين بقى يا دكتور بقى؟ قلت لك بمنتهى البساطه، مش انت بتيجي في المحاسبه في القوائم الماليه ابنتنا الكريمه ها بتكتبي مخزون اخر المده صح؟ ورصيد النقديه اخر المده، ورصيد العملاء اخر المده، ورصيد الموردين اخر المده. قالت لي اه. قلت لها هو ارصده اخر المده لسنه 2019، بصي كده مش هي في ذات الوقت أرصدة أول المدة للعام الجديد اللي هو 2020؟ قالت لي آه. قلت لها طيب يعني إذا أرصدة آخر المدة لسنة خدتها من المخرجات أهي، رحتي عملتي إيه؟ خدتيها عشان تدخل كمدخلات مرة أخرى في بداية السنة الجديدة كأرصدة أول الإيه؟ كأرصدة أول المدة. إذا دي تعتبر تغذية إيه؟ تغذية عكسية أو تغذية مرتدة. تمام؟ عشان بس لو حد سالك فيها تبقى ايه؟ تعرفي الجواب. طيب. طبعا اتفقنا مع بعض بقى ان ايه؟ ان هل النظام دوت فعال ولا لا؟ وقلنا ان يكسب بفعاليه النظام ان هو تحقيق الاهداف المحدده له، وتتحدد فعاليه الايه؟ النظام مش كده؟ في ان اجزاء النظام بتعمل في تكامل مع بعضها ومفيش اضطراب في اي جزء منها او تعارض مع الاجزاء الاخرى، بمعنى ان النظام ليس عباره عن اجزاء مستقله. تاني الجمله دي مهمه في صفحه 10 اول سطر، النظام ليس عباره عن اجزاء مستقله تعمل بمفردها، وانما هي اجزاء تعمل مع بعضها كوحدة واحدة، وهذه الأجزاء مترابطة ببعضها وتتضافر معا لتحقيق مجموعة من الأهداف بكفاءة وفعالية. عايز كده جنب أول ثلاث سطور في صفحة 10 ها تكتبي بالقلم كده أهو اللي أنا هكتبه لحضراتكم عشان يبقى ده موجود في الفصل الثاني جزئيين. الفرق بين مدخل النظم والمدخل التحليلي، ونعمل علامتين استفهام. اهم السطرين دول بيلخصوا الفرق بين هنيجي في الفصل الثاني بالمناسبه فاول صفحتين على ما اتذكر في صفحه 28 اهو
الفصل اهو الفصل الثاني صاد 28 عشان يبقى دي احنا قلناها من دلوقتي اهو. تبدا في بدايه الفصل الثاني يقول لك ايه؟ مدخل النظم سيستم ابروش. ابروش يعني مدخل، سيستم يعني نظم. مدخل النظم يقول لك هل مدخل النظم بيختلف في اسلوب دراسته وحل مشاكل النظم عن المدخل التحليلي اناليتيكال ابروش؟ اه طبعا في فرق ما بينهم. ايه الفرق باختصار ابنتنا الكريمه؟ بص كده، مدخل التحليلي دول مدخل التحليل. المدخل التحليلي يقول لك يا عم النظام ده عباره عن ايه؟ اجزاء، صح، ولكن الاجزاء دي مستقله عن بعضها البعض. يعني انا هدرس كل جزء بصوره مستقله، بصوره مستقله. تاني اهو قلت له بعدين، قال لي خلاص ولا قبلين، ما انا طالما درست كل جزء على حده خلاص يا عم الشيخ، والله سعادتك النظام ده كام جزء مثلا؟ خمس ست اجزاء، انا درست الخمس ست اجزاء. قلت له بعدين، قال لي خلاص كل جزء لحاله. قلت له يا فرحتي يا سلام يا اخوي، يعني انت كده بقى درست النظام؟ قال لي اه. قلت له خلاص من وجهه نظري انا كده اعتبر درست النظام. قلت له يا سعادتك ما ينفعش عندنا الكلام ده. ليه؟ يعني انت عايز تقول لي ان المفترض لو في مريض على سبيل المثال، ها يا اخي يعني اقول ايه بس يعني؟ المفترض لو في مثلا المراه الحامل لو هتاخد اي علاج مش لازم ترجع الى الطبيب او الطبيبه اللي بيتابع معاها الحمل؟ طبعا يا دكتور ما ينفعش اخد اي مرض. طب لو واحد تاني مثلا عنده القلب، ربنا يشفي مرضى المسلمين اجمعين، وجيت او عنده السكر، هل ياخد اي علاج؟ لا طبعا، لازم يرجع الى الطبيب الاصلي. فلو والله دعميه تعبان ومحتاج ياخد مش عارف مضاد حيوي معين، يبقى يقول والله الا ثانيه واحده ارجع للطبيب بتاعك، قول له ان الطبيب بتاع العيون مثلا او العظام او الانف او اي عين كاتب لي المضاد الحيوي ده او الانتيبيوتيك ده، هل ده يمشي معايا ولا ما يمشيش؟ يبقى معناه ان اجزاء الجسم كلها اهي متكامله مترابطه. ما ينفعش يا عم الشيخ تقول لي انت يا عم المدخل التحليلي ان انت تدرس هذه الاجزاء بصوره مستقله، لا، لان هذه الاجزاء ده بقى الفرق بينهما، ان المدخل التحليلي ينظر الى اجزاء النظام بصوره مستقله، بينما مدخل النظم ينظر الى النظام واجزائه على انها مترابطه وتتفاعل مع بعضها البعض. ولا يمكن دراسه والعمل على حل اي مشكله تتعلق باي جزء من اجزاء النظام دون الاخذ في الاعتبار لاجزاء النظام الاخرى. ممكن حد من الطلاب يقول لي لا وضح لي تاني يا دكتور اكتر، بلاش الامثله ديت بتاع والله بقى سعادتك يعني ايه المراه او الرجل ولا التعبان والقلب، وانا لو انا بعمل انترفيو اقول الكلام ده؟ قلت له تمام، تعالى قول مثال. قال لي ايه هو المثال؟ قلت له هنفترض دلوقتي سعادتك او اثبت لك ان الشركه الاقسام مترابطه مع بعضها، مش احنا في عندنا اول حاجه اهو المخازن. المخازن ديت المفترض ها بعد منها المخازن دي بعد منها ايه؟ مش المفترض المشتريات، صح؟ بعد من المشتريات مين؟ ها الانتاج. بعد الانتاج مين؟ ها البيع او المبيعات. كفايه قوي دول. ها يعني انت عايز تقول لي قسم المخازن والمشتريات والانتاج والبيع، ايه بقى المشكله يعني؟ قلت له تعالى واحده واحده، هو انت علشان تبيع ما انت لازم يكون في انتاج الاول. يبقى لو انت والله عايز تبيع كميه معينه لازم تودي اوردر ها لقسم الانتاج. يا قسم الانتاج لو تكرمت عايزين ننتج عدد من الوحدات عشان نسلمها في موعد غايته او موعد محدد بتاريخ كذا، لان لو اتاخرت هيبقى في غرامه علينا فعايزين نلتزم. فتقعد تنظم وتنسق العمل مع قسم الانتاج. طيب تمام، قسم الانتاج له ايه؟ يا قسم المخازن احنا عايزين والله المواد الخام ديت عشان هنستخدمها في الانتاج، ف
فقسم المخازن يقول له والله ده الكمية اللي انت عايزها دي متاحة او غير متاحة او متاح منها 70%. ثانية واحدة انتظر لما نكلم قسم المشتريات عشان نقول له الحق وفر الكمية المطلوبة عشان نقدر نوفرك يا عم قسم الانتاج احتياجاتك من المواد الخام. ايه ده؟ يبقى قسم المشتريات يغطي قسم المخازن، يغطي قسم الانتاج عشان يغطي قسم المبيعات. اذا لو المشتريات ما وفرش المواد الخام في الموعد المحدد وبالكمية المطلوبة وبالمواصفات المطلوبة هيأدي ان في عجز في المخازن. لما يكون في عجز في المخازن مش هتقدر تلبي من احتياجات الانتاج، فالانتاج لما يطلع مش هيكون بالكمية المتفق عليها. احنا هنبيع 1000 وحدة طلعنا 600، في 400 لسه ناقصين، مش هنلتزم بالمواعيد بتاعتنا. يجي قسم المبيعات هيسلم المبيعات بتاعته بس ناقصة، وبالتالي ده ما التزمش. قال هو كل ده المشكلة، فتيجي غرامة على الشركة. كل ده سبب ايه؟ سبب انه هناك ما فيش ترابط وتكامل وتفاعل ما بين هذه الاقسام وبعضها ليه؟ وبعضها البعض. اذا عشان نحل مشكلة قسم معين يجب النظر الى باقي الاقسام الاخرى، باقي الاقسام الايه؟ الاخرى. تمام؟ واضح الدائرة فاضل؟ يبقى في جزئية كده ليا في صفحة 28 واول او نص صفحة 29 او يبقى صاد 28 وصاد 29 بكتب لكم اهو كمان عشان يبقى ايه؟ ما حدش ليه حجة، يبقى دي احنا قلناهم من دلوقتي. يبقى لو انا جبتها في سؤال وقمت قايل كده ايه؟ لا يوجد فرق ما بين مدخل النظم والمدخل التحليلي. ألف العبارة صحيح، ب العبارة خطأ. يبقى الإجابة ايه؟ ايوه يبقى الاجابه اللي قلت ابنته اهو، خليكي دقيقه، انا قلت الف العباره صحيح، ب العباره خطا، يبقى الاجابه ايه؟ ب. ليه؟ لان العباره خطا علشان يوجد فرق. تمام؟ طيب نيجي نقول بقى باختصار كده، نرجع لصفحه 10، تعريف نظام المعلومات المحاسبيه. هاخد التعريف بس اللي موجود عند حضراتكم، اللي هو بيقول ايه؟ بيمكن تعريف نظام المعلومات المحاسبيه على انه احد النظم الفرعية لنظام المعلومات الادارية. لنظام المعلومات الاداري ده على مستوى الشركة ككل، انا بما في قسم الموارد البشرية، قسم التوظيف، قسم مش عارف كذا، قسم كذا، قسم كدا. انا بتاع الحسابات اللي بتاع نظم معلومات، بتاع الحسابات والمحاسبة قسم من ضمن هذه الاقسام. فاذا انا فرع لمين؟ يعتبر احد النظم الفرعية لنظام المعلومات الادارية، وتتضمن مجموعة من الموارد البشرية والآلية. طبعا الموارد البشرية اللي هي الافراد المحاسبين المؤهلين، مش كده ولا ايه؟ والآلية، وما بنستخدم آلات حاسبة وبنستخدم أجهزة الكمبيوتر، مش كده ولا ايه؟ يبقى دي كلها ايه؟ ها؟ موارد آلية التي تتوافر في الوحدة الاقتصادية، يعني في الشركة يعني، والتي تعد مسؤولة عن إعداد المعلومات المالية وتقديمها إلى مستخدميها، سواء داخل الوحدة زي الإدارة أو من خارجها مثل المستثمرون والمساهمون والدائنون والأجهزة الحكومية مثل مصلحة الإيه؟ الضرائب. تمام؟ ننتقل بعد ذلك إلى صفحة 11. ها؟ صفحة 11 هتلاقوا في اخرها كده مفهوم البيانات، مفهوم البيانات. مطلوب من حضراتكم بس ادي الى فاضل الاجزاء اللي انا بقول لكم عليها. تمام؟ مفهوم البيانات طبعا خلاص قلناه فمش هقوله بقى تاني، اللي هو ايه؟ عرفت البيانات اللي هي الداتا على انها مجموعة من الحقائق الخام مش عارف كذا وكذا وكذا، اللي هو ايه؟ نهاية صفحة 11 هتلاقي فقرة كده اللي هو تعريف الايه؟ البيانات. لو قلبنا الصفحة في صفحة 12 مفهوم المعلومات، تعتبر المعلومات information أو ناتجا لتشغيل البيانات، وإذا كانت البيانات تمثل حقائق خام غير مرتبة فترتيب تلك الحقائق وإجراء عمليات التشغيل المختلفة عليها من تصنيف وتحليل وكذا يعتبر إيه؟ المعلومات، أو بيساعدنا على الوصول إلى المعلومات المفيدة. تمام؟ وحتى موضح لي بقى المثال، أول ابنتنا نورة
مما سبق يتضح ان المعلومات تستخدم لايه؟ بواسطه متخذي القرارات لاتخاذ القرارات المفيده والرشيده، وان المعلومات هي نتيجه تشغيل البيانات. فمثلا الرقم، السؤال اللي انا سالته لك في الاول خالص كان قلت لك ايه؟ لو شركه نوره بتحقق ارباح او بتحقق مبيعات كذا، هل ده يعتبر بيان ولا معلومه؟ فهو موجود اهو عندك اهو، بيقول لك ايه؟ فمثلا الرقم الممثل لإيراد المبيعات يعتبر بيان، يعبر عن حقيقة وقوع أحداث اقتصادية معينة هي عملية البيع خلال الفترة هذه، إلا أن هذا البيان كرقم لا يعني شيئا ولا يعتبر مفيد لمتخذي القرارات. أما إذا تم مقارنة هذا الرقم أو تشغيل بيانات بقى برقم مبيعات الفترة أو الفترات السابقة، فبيعطي معلومة مفيدة تشير إلى اتجاه المبيعات، سواء كان بقى الكيرف بتاعنا بالصعود أو الإيه أو النقصان أو الهبوط يعني. وبالتالي يمكن المساعدة وتوفير المعلومات التي تساعد على اتخاذ القرار. تمام؟ يبقى كده خدنا الفرق ما بين البيانات والمعلومات اللي هو صفحة 11 و12. هننتقل بعد ذلك إلى خصائص الجودة في المعلومات المحاسبية. وقبل ما نقول خصائص الجودة في المعلومات المحاسبية، هننتقل إلى صفحة 15 أو صفحة 15. جودة المعلومات المحاسبية دي أولا قبل ما نقول الخصائص بتتأثر بثلاثة عوامل. يبقى في عندنا ثلاث عوامل بتؤثر في جودة المعلومات المحاسبية. ايه العوامل دي؟ واحد، مستخدمي المعلومات، لانه منطقي مستخدمي المعلومات يعني ايه؟ ما هو مستخدمي المعلومات ده هو المفروض الشخص اللي هيستخدم المعلومات، مش لازم تكون المعلومات المعروضة عليه، هو فاهمها كويس ولا لا؟ طبعا، عشان يستطيع ويتمكن من اتخاذ القرار المناسب والاستفادة من هذه المعلومات، يبقى لازم اكون فاهمها. لما انت تعرض عليا معلومات وانا مش فاهمها، يبقى هعمل ايه؟ يبقى لازم اكون فاهم هذه المعلومات، يبقى مستخدمي المعلومات او المستفيدين ومتخذي القرارات. اثنين، الاهمية النسبية. يعني ايه الاهمية النسبية؟ لو انا جبت قائمة المركز المالي دلوقتي، ها، وجيت اقول والله ايه؟ هي نورة، عايزك تبص على قائمة المركز المالي، قولي لي ايه الارقام المهمة فيها؟ هتقول والله انا هركز في قائمة المركز المالي على الاصول اهم حاجة. انا هقول لها لا، انا هركز على الالتزامات. يعني ايه الكلام؟ يبقى ما قد يعتبره شخص معين مهم ليس بالضرورة مهم بالنسبة لشخص اخر. نورة شايفة ان الجزئية دي مهمة بالنسبة لها. بالنسبة لي انا شايف ان الجزئية دي مش مهمة. اماني هتقول لك لا الجزئيه دي مش قوي، واحد تاني لا دي مش من اهتماماتي. يبقى معنى كده ممكن ننظر الى نفس المعلومات، فالمعلومات دي قد تكون مفيده لشخص ومهمه لشخص، ولكن قد يراها شخص اخر انها غير مهمه بالنسبه له. اذا دي اسمها الاهميه النسبيه، وبيختلف مفهوم الاهميه النسبيه من شخص الى ايه؟ الى اخر. وعندكم بقى الشرح اللي انا قلته ده. رقم ثلاثه، الاقتصاديه. يعني الاقتصادية بتعني ان التكلفة يجب ان تكون اقل من العائد. يعني ايه التكلفة اقل من العائد يا دكتور؟ يعني هنعرف الكلام ده بقى بالتفصيل بعدين في الجزء العملي، فتركزوا على الخاصية دي قوي. يعني ايه الاقتصادية؟ يعني التكلفة اقل من العائد، بمعنى ان تكلفة الحصول على المعلومات، تكلفة الحصول على المعلومات يجب أن تكون أقل من العائد الذي سيتم تحقيقه من وراء الحصول على هذه المعلومات. بالبلد يا دكتور بلاش لغة عربية، يعني أنا المعلومات دي المفترض هدفع فلوس على زي بالظبط كده ابنان تونا نورة، قلت لك والله يا دكتور أنا مستواي في اللغة الألمانية ضعيف، قلت لها زي حالتي وأكثر كمان، ها طب هنعمل ايه؟ قلت لها تعالي نروح ناخد كورس في اللغة الألمانية. عشان ناخد كورس في اللغه الالمانيه ندفع 5000 ريال. طب ال 5000 ريال دول يبقى دفعنا فلوس اهو، دفعنا ريالات 5000 ريال. المفروض بعد الكورس ده، ها، بعد الدوره اللي هنحصل عليها والشهاده اللي هناخدها، يبقى اللغه المستوى اللغه الالمانيه عندنا لا كويس، فهيساعدنا ده ان احنا نشتغل في وظيفه معينه فناخد راتب اعلى. ايوه، يبقى العائد من وراء الحصول على هذه المعلومات يجب ان يكون اكبر من التام، اكبر من ال 5000. تمام؟ يبقى ده المقصود بكلمة الاقتصادية. يبقى الاقتصادية بتعني أن التكلفة يجب أن تكون أقل من العائد ولا أكبر من العائد؟ أيوه كده.
مره جبتها في احد اختبارات ابنتنا الكريمه وقلت لهم ايه الاقتصاديه بتعني ان العائد مقارنه بالتكلفه يجب ان يكون الف اكبر ب اقل ج متساويان. الاجابه الصحيحه ايه بقى؟ ايوه جدع نور. ايه ده بسم الله ما شاء الله. لا مركزه نور لان كلهم دايما بيحفظوها، فانا عايز دايما طلابي كده يبقى دماغه ايه مش عارف اقولها لكم ازاي، مطقطع كده ومصحصح كده ومركز كده، مش مجرد يعني ايه عنده نوع من الخمول والكسل، لا ايوه نشيط واكتب كده. اه بقعد اكتب مصحصح كده وانت قاعد في الاختبار، الدكتور يقول لك الحاجه انت حافظها، انت بالظبط كده زي ما بتسيجي تسوق السياره، انت ايدك بتتبرمج ورجليك بتدوس بنزين مع فرامل وتجيب على الار ولا الدي ولا مش عارف، بتلاقيك انت مع نفسك اوتوماتيك كده، فانت تبقى مصحصح. هو كلهم بيحفظوها ايه؟ التكلفه اقل من العادي، التكلفه اقل، التكلفه اقل، التكلفه اقل. طيب يا عم الشيخ قمت انا جبال المفترض العائد يبقى مقارنة بالتكلفة يبقى يجب ان يكون اكبر، يبقى التكلفة اقل من العائد او العكس العائد اكبر من الايه؟ من التكلفة. يبقى اذا تاني جودة المعلومات المحاسبية تتأثر بثلاثة عوامل وهي مستخدمي المعلومات، الاهمية، النسبية والاقتصادية، بمعنى ان التكلفة اقل من الايه؟ من العائد. سنتوقف عند هذه الجزئية وفي اللقاء القادم إن شاء الرحمن سنبدأ في تناول خصائص المعلومات المحاسبية، لأن هناك لبس عند الطلاب في جزئيتين، إيه هما؟ في حاجة اسمها خصائص المعلومات المحاسبية وخصائص نظم المعلومات المحاسبية، دي خصائص النظم، إنما دي خصائص المعلومات. تمام كده؟ فإن شاء الرحمن يوم الثلاثاء القادم في اللقاء الثالث بمشيئة المولى عز وجل سيكون لقاؤنا أيضا في نفس هذا الموعد في تمام الساعة 14 بمشيئة الرحمن، وسنتناول فيه خصائص المعلومات المحاسبية ويتنقسم إلى خصائص رئيسية وفرعية وثانوية، ثم بعد ذلك ننتقل إلى خصائص نظم المعلومات وهي تتمثل في 10 خصائص. بعد ذلك ننتقل إلى نهاية الفصل اللي هي المقومات الأساسية لنظام المعلومات المحاسبي. مجرد ما نعرف الخصائص دي أهم جزئية يبقى كده خلصنا الفصل بمشيئة الرحمن. هل هناك أي سؤال أو استفسار قبل ما ننهي هذا اللقاء؟ ربنا يكرمك وجزاكم الله خيرا، أستودعكم الله. وقبل أن ننهي اللقاء أنوه على حضراتكم وأذكركم وأذكر نفسي، كنت عايز أقولها في بداية اللقاء بس يعني قلت خليها في الختام، يعني أن اليوم وغدا وبعد غد بمشيئة الرحمن هي 13، عشان بقى لو حد قرأ لك 13 و14 و15 من الشهر العربي، من استطاع منكم الصيام. فقلت بس اذكركم ان يعني اليوم 13 وغدا 14 وبعده 15، هذه ثلاثة ايام، وانا قلت قبل كده لطلابي وتلاميذي دايما بقول لهم ان هذه الايام كريمة فعلا ومباركة، وقد اوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بصيام هذه الثلاثة ايام لما فيها من فائدة عظيمة تعود على الشخص في حد ذاته ايضا، والكلام ده تم اكتشافه علميا عن طريق وكالة ناسا، ولكن ربنا يعني اقول ايه بس يعني ساعات ما بيفصحوش عن المعلومات الا بعد يعني زمن طويل جدا، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم فعلا وما ينطق عن الهوى. قلت اذكركم بس يعني عشان اللي ما صامش النهارده ويقدر يعني على الاقل او يعني لو يقدر يصوم بكره وبعده، ما قدرش يصوم يبقى على الاقل يصوم يوم الاثنين، يعني هيبقى شيء طيب وايه وجميل ان شاء الله. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين، وحفظنا الله واياكم وبلادنا وبلادكم وبلاد الامه العربيه والاسلاميه جميعا من اي كرب او وباء او مكروه. اترككم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى ان نلتقي بحضراتكم في اللقاء القادم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.